بعض النصائح اللي ممكن تساعدنا انه نبدا فتره او وجبه الفطور بوجبه خفيفه جدا، في الغالب تكون شوربه بروتينات خفيفه، ما نزيد شرب المي خلال وجبه الفطور تحديدا. نحاول نقسم الوقت في تناول الوجبات ما بين الفطور والسحور على أن تكون أغلب وجباتنا عالية البروتين. البروتين إجمالاً في الغذاء يزيد الشعور بالشبع، يمنع النفخة، وبنفس الوقت يحافظ على مستويات السكر لدينا. وجبة السحور يجب أن تكون متوازنة أيضاً، لازم تكون غنية بكثير من المنتجات الألبان الصحية، يعني اللبن الزبادي، الخضروات الخضراء، الخبز القمح المتكامل خلينا نقول. هذه وطبعاً يجب أن لا تهمل وجبة السحور، لأنه في كثير من الناس يحبون إنه يعني نوعاً ما يهملون هذه الوجبة، لكنها وجبة جداً مهمة، لأنه طاقة عملك خلال يوم رمضان راح يكون مبني على وجبة السحور تحديداً. من الأشياء الثانية إنه ننظم أو نحاول نوزع شرب المي، لا على الأقل إنه هذا لتر لتر ونص تقريباً، أيضاً ما بين الفطور والسحور. تناول فيتامينات دي تحديداً والزنك ممكن لها دور داعم جداً في تعزيز المناعة، ونحاول أيضاً إنه ننصح مرضى الأمراض المزمنة اللي مضطرين، مثلاً أمراض السكر، الكوليسترول، الضغط والقلب، إنه يراجعون أطبائهم المختصين حتى يسوون إعادة جدولة لمواعيد الأدوية، خصوصاً من بعد ما بين فترة الفطور وما بين فترة السحور.